قتال تلك النبتة والوحوش في نفس الوقت، سوف يكون الأمر صعب جدا جدا جدا. أوه هاي 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 واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيت لكم بلعبة ماينكرافت. وأخيرا يا رفاق سوف نلعب هذه المرة ماينكرافت كما طلبتم مني. حسنا يا رفاق، في هذا المقطع يا رفاق سوف أريكم مكان وجود النبتة المتوحشة، نبتة متوحشة أو نبتة مفترسة أكلت اللحوم يا شباب، فهيا لكي ننطلق. حسنا، بداية أتمنى منكم يا رفاق أن تدعمونا بزر لايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد، حتى نستمر يا أصدقاء في تنزيل المزيد والمزيد من مقاطع لعبة ماينكرافت. فبسم الله على بركة الله، مثل ما أخبرتكم يا رفاق في هذا المقطع سوف أريكم مكان وجود نبتة آكلة اللحوم أو آكلة البشر كذلك. وبينما نحن نتحدث يا رفاق سوف أخذ بعض الأشياء التي سوف أحتاجها في مقطعنا لليوم يا رفاق. حسنا، سوف أحتاج إلى السيف، عندي هذين حصلت عليه، الكروس بو حصلت عليه في آخر معركة ضد البيليجرز على ما أعتقد. نعم، سوف أخذ معي بعض الحليب، الدروع لن أخذها، سوف أخذ هذه لأن هذه الدروع المتطورة الصراحة اقتربت من نهايتها. سأخذ السهام وهذا أيضا وبعض الخبز، الماء من يدري، الشافل أيضا سوف أحتاج إليه. أوكي، هناك الكثير من الأشياء التي سوف أخذ، يعني تقريبا سوف أخذ جميع الأشياء الموجودة هنا. حسن، هكذا أفضل، وسوف أرتدي الدروع على هذا الشكل، هذا الدرع الغريب، هكذا أفضل. درع سوف أضعه هنا، ممتاز. حسنا، الآن أصبحنا جاهزين تماما. طبعا أنا كنت أريد تغيير السكين يا رفاق لكن لا أعرف ماذا حصل، حاولت تغيير السكين كما أن السكين الذي كنت ألعب به يعني ضاع مني، لا أعرف أين يوجد، فحاولت البحث عن سكين آخر ولكن مع الأسف لا يريد تغيير السكين، لا أعرف لماذا، لكن سوف أجد حلا في المقطع المقبل إن شاء الله، سوف أغير السكين، فلا داعي للقلق لأنني أعرف الكثير منكم سوف يقول لي قم بتغيير السكين يا يوبي. على العموم يا رفاق، النبتة المتوحشة التي حدثتكم عنها فإنها نبتة مفترسة يا رفاق، تأكل اللحوم أو الوحوش أو البشر يعني أو أي شيء، حيوانات، المهم أي شيء فيه لحم تلك النبتة تقوم بالتهامه أو بافتراسه، والاقتراب منها يا رفاق فهو خطير جدا، ومثل ما أخبرتكم فإنها تتواجد في جانجل الأدغال وليس الغابة يا رفاق، تتواجد في الأدغال. أما بالنسبة إلي يا رفاق فالأدغال فهي قريبة مني كما ترون معي في الخريطة يا رفاق، فهي قريبة جدا مني، وكما تعرفون وأيضا كما تعرفون فماينكرافت يعني كل واحد يعني وأين ينزل في لعبة ماينكرافت، وكذلك عالمه يكون مختلف عن العالم عن شخص آخر، يعني عن العالم لشخص آخر. على العموم كما ترون، انظروا معي إلى الخريطة المصغرة، هل ترون تلك النبتة باللون البنفسجي؟ فهي تلك النبتة يا رفاق المفترسة التي أخبرتكم عنها، وهي تتواجد بكثرة في الأدغال. أما الآن يا رفاق فبسم الله على بركة الله سوف نذهب يا رفاق، سوف ندخل إلى تلك الغابة، إلى هذه الغابة، إلى الأدغال، ونقوم بالبحث عنها، لكن علينا أن نكون حذرين جدا لأن رؤيتها أمر صعب جدا يا رفاق، صعب أن نستطيع. ها هي، هل رأيتم؟ أوه كانت قريبة، انظروا معي يا رفاق، أي شيء يتواجد به لحم فإنها تقوم بالتهامه، انظروا إنها تحاول الآن أكل الأخطبوط، لكن ماذا سيحدث إذا حاولنا الاقتراب منها يا رفاق؟ انظروا معي، هل سوف، أوه انظروا معي، دخلت، انظروا معي، إنها تخرج الآن، حسنا، بسم الله على بركة الله، علي أن أكون حذرا، أوه تهاجمني، هل رأيتم؟ الاقتراب منها خطير جدا، انظروا معي. يا سلام، سوف أحاول قتالها يا رفاق. لحظة.
اهرب 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 اهرب. ماذا عن السهام يا رفاق؟ سوف احاول قتالها بالسهام. اوكي بس او لا قتلتني، قوية جدا. اوه لا ادواتي، لا اصدق اشيائي. اشيائي يا رفاق، علي الحصول على اشيائي بسرعة 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 بسرعة. لكن كيف سانجو من تلك النبتة يا رفاق؟ كيف سانجو من تلك النبتة؟ لا اصدق قتالها، هذه نبتة واحدة فقط واستطاعت ان تهزمنا يا رفاق. لكن كيف سوف نستطيع استيراد اشيائنا يا رفاق من تلك النبتة المتوحشة؟ سنا لم تموت بعد تلك النبتة، لا اعرف الصراحة كيف سوف اقوم بالحصول على اشيائي. اهرب اهرب اهرب. ممتاز ممتاز، ارتدي الدرع جيد جدا، اضع هذا هنا. يا سلام، اهرب 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 اهرب. اوكي سوف اين السهام؟ حسنا لا اعرف ماذا حصل مع هذا، لكن سوف استخدم هذا. دخلت. كما تعرفوا اذا كانت بهذا الشكل يا رفاق فلا تستطيعون ابدا قتلها، يجب على تلك النبتة ان تخرج من مكانها يا رفاق حتى تستطيعون ضربها. انظروا معي على سبيل المثال، على هذا الشكل لن تستطيعوا ضربها ابدا، السهم يعود اليكم يا رفاق. قتلتها اخيرا، يا سلام. خذ 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 اشيائي. حصلت على مدى اسمه، حصلت على بذور تلك النبتة. ممتاز، سوف اخذ اشيائي. ممتاز، يا سلام عليك. دعني اصعد. جميل جدا جميل جدا، والان قتلنا اول نبتة بصعوبة جدا يا رفاق. مثل ما اخبرتكم فتلك النبتة قوية جدا، وها هي كما ترون اعطتنا اثنان من بدرة تلك النبتة، اسمها فوليات او شيء كهذا، لا اعرف الصراحة، لكن هذا ما اتوقعه اسمه. جربت هذا في الاول لكن لا اعرف لماذا. فهمت الان طريقة اشتغاله. حسنا كما اخبرتكم فتلك النبتة تتواجد كثيرا يا رفاق في الادغال، علينا الان الذهاب والبحث عنها. بالنسبة للاقتراب كما رأيتم الان، الاقتراب منها يعني اشبه بالمستحيل يا رفاق، الاقتراب منها مستحيل جدا، فعلينا ان نكون حذرين جدا يا رفاق، وعلينا البحث عن اماكن حتى نستطيع العثور عليها، ويجب ان نكون حذرين جدا حتى لا نكون يعني قريبين جدا منها وتستطيع القضاء علينا. اعتقد ان بدا الظلام يا رفاق يحل، فالامر سوف يزداد صعوبه يا رفاق في الادغال، يعني تلك النبتة، قتال تلك النبتة والوحوش في نفس الوقت سوف يكون الامر صعب جدا جدا جدا. ها هي واحده. غريب، لماذا لا استطيع ضربها؟ يا اخي اضرب. اوكي فهمت، يا سلام قتلتها من الضربه الاولى، جميل جدا. يس دعونا نحصل عليها، يا سلام. حسنا علي شحنه هكذا، جميل. لم اكن اعرف كيف يشتغل هذا الشيء. حسنا اضربه به هنا. اوكي دعونا نبحث عن واحده اخرى. ايه هنا وحش، هنا كريبر. انفجار كبير، لكن الحمد لله لم اتاثر ابدا. ها هي واحدة عثرنا عليها، لكن كيف سوف انزل؟ كيف سوف اقترب منها؟ غريب. ها هي خرجت. لحظة. كما تعرفون فان الاقتراب منها يا رفاق صعب جدا. الان لم تمت. حسنا مرة اخرى.
يا سلام قتلناها، جميل جدا. هوب 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 هوب، أين هل أخذت البدرة؟ بدرة تلك النبتة؟ لا أعرف الصراحة، لا يهم الأمر. ها هي واحدة أخرى يا شباب كما ترون. المشكلة أريد قتالها بالسيف، لكن قتالها بالسيف أمر صعب. انظروا إلى لسانها، أين تخرج لسانها يا رفاق؟ لأنها جائعة جدا وتريد التهامنا يا رفاق. حسنا، هل تأكل الوحوش؟ أريد الصراحة أن أقوم بتجربة لكي أرى هل تستطيع التهام الوحوش أم لا. أوه انظر معي، هناك واحدة أخرى في ذلك المكان، هل رأيته؟ يا سلام، انظر حل الظلام. تعرفون ماذا سأفعل؟ سوف أستخدم طريقة. لحظة، أعطوني ثواني فقط. جيم ممتاز على هذا الشكل، ايوه. حسنا شباب، سوف اقوم بتجربة كما رأيتم. الان انا استخدم الموديل كرياتيف، فلا تستطيع هذه النبتة، لن تقوم بمهاجمتي. فالتجربة التي سوف اقوم بها، هل فعلا انها تأكل الوحوش الاخرى ام لا؟ هذا ما سنكتشفه معا. وسوف نبدأ بالزومبي يا رفاق. هذا هو الزومبي، انظروا معي. او غريب، لم تخرج. ها هي، ها هي، انظروا معي، انها تهاجم الزومبي. شوفوا معي، تهاجم الزومبي. واو، افترسته يا شباب. الان ماذا عن الكريبر؟ سوف نقوم بتجربة الكريبر. هل تستطيع هذه النبتة قتل الكريبر، اكل افتراس الكريبر؟ لا اعرف لماذا لا تريد. اوكي غريب، ها هو بدأ يتحرك الكريبر. ها هي النبتة، سوف تحاول التهاب. اوه هناك نبتتين، واو كانت هنا نبتة اخرى، غريب لم اكن اعلم. حسنا، ماذا عن هذا؟ سوف ارى هذا الوحش ايضا. سكيلتون، نعم هذا سكيلتون يا رفاق. تعال يا سكيلتون، اذهب، هيا قم بمهاجمة هذه. اي يا نبتة تحرك. اوكي ممتاز، ها هي النبتة خرجت. اوه هناك نبتتين. انظروا معي، يا سلام قامت بافتراسه يا رفاق. هذه النبتة مثل ما أخبرتكم فإنها نبتة قوية جدا. لحظة دعوني أصعد لفوق. ها هي واحدة أخرى، أين مختبئ يا رفاق؟ كانت بالقرب من ماذا عن هذا؟ هذا البيليجرز، نعم يا رفاق انظر معي. هذا طبعا سوف تقوم النبتة بقتله، لكن هرب هرب هرب. سوف أضعه هنا، سوف أضع واحد آخر هنا. أوكي تلك النبتة لا تستطيع رؤيتها. ممتاز، قامت بهجومي عليه لكنه ابتعد الآن. وكما رأيتم يا رفاق، هذا هو مقطعنا لليوم يا رفاق. رأيتم الآن تلك النبتة المفترسة يا رفاق، كانت قوية قوية جدا. دعونا نصعد فوق هنا. وقبل أن أنسى يا رفاق، لمن يسأل حتى لا يحدث سوء فهم في اللعبة، فهذا مود يا رفاق تقومون بتركيبه في اللعبة، بعد ذلك تدخل تبحثون عن الأدغال، عندها سوف تستطيعون إيجاد تلك النبتة هناك رفاق وقتالها والاستمتاع بها. هذا كان للمقطع لليوم، فأتمنى أن ينال على إعجابكم، وأتمنى لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات لكي تتم بكم كلما نزلت مقطع جديد، وانشروا المقطع مع أصدقائكم. كان معكم أيوب أو يوبي، مع السلامة.